متابعي قناة انفاس باريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غادي نناقشوا القرار الأخير لمجلس مدينة الدار البيضاء والتي يتعلق يعني بواحد اتفاقيتين، توقيع اتفاقيتين أو المصادقة على اتفاقيتين ما بين الوداد والرجاء البيضاويين. هذه الاتفاقيتين اللي صادق عليهم المجلس في الدورة الأخيرة ديالو لدورة فبراير 2023. البعض تيقول لك يعني الوداد والرجاء عندهم مستشارين، عندهم جمهور ديالهم اللي تيساهم بشكل كبير في الخزائن ديال خزينتين الفريقين، وخاصة الدعم المالي مابقاش يتوجه لهاد الفرقين ولكن يتوجه للفرق الاخرى او المدارس الكرويه اللي عندها علاقه بالقرب، لان هاد المدارس الكرويه اللي عندها علاقه هي اللي تتعد واحد المشكل لهاد الفرق الكبرى على مستوى مدينه الدار البيضاء. من اجل مناقشه هذه القضيه نستضيف السي حاتم بن اسماعيل، رئيس نادي سبورتينغ الخزامه لكره القدم مدينه الدار البيضاء. سي حاتم مرحبا بك. مرحبا استاذ بوستاك، ونشكر انفاس بريس على الاستضافه. شكرا سي حسيم. مجلس مدينة الدار البيضاء في الدورة ديالو الأخيرة تاع فبراير يعني صادق على واحد اتفاقيتين الوداد والرجاء يعني بتخصيص واحد الدعم مالي بالنسبة لهاد الفريقين. هذه القضية اثارت واحد القضية الجدل، تيقولوا علاش غير الوداد والرجاء اللي كاين في الدار البيضاء، كاين مجموعة من الفرق وأكثر من ذلك كاين المدارس تاع كرة القدم للقرب اللي هي في حاجة إلى الدعم المالي عوضا نوجهوا الدعم لفرق كبيرة كالوداد والرجاء اللي عندهم يعني المسائل المادية ديالهم عندهم موفرة لهم. بالتأكيد أستاذ، بالنسبة لهذا الدعم هذا اللي كيتقدم لهذه الفرق الكبرى، احنا كمدارس كروية ناشطة بقوة بمدينة الدار البيضاء بالخصوص، وبالخصوص بمنطقة عمالة مقاطعة الحي الحسني. هاد الفرق هادو ديجا عندهم مستشارين ديالهم، عندهم الناس اللي كيعاونوهم، عندهم جمهور، عندهم جمهور ديالهم. أولا بالنسبة للمشكل الكبير أن هاد المدارس الكروية هي اللي كتطعم هاد الأندية، وبالخصوص النادي ديالنا منذ التأسيس ديالو يعني بدون ذكر الأسماء ديال اللاعبين اللي كينشطوا بالنادي الوداد الرياضي أو الرجاء أو الراتينغ البيضاوي ولا فرق كتلعب فرق الصفوة، هاد الوليدات تكونوا عندنا في المدرسة بملاعب القرب. لذلك هذا الدعم هذا خاص ضروري خاصهم يحاولوا يعاودوا النظرية ويعاونوا الفرق والمدارس الكرويه ان شاء الله. يعني هذا مجلس المنتخب سواء مجلس المدينه ولا مجلس العماله ولا حتى مجلس الجهه وايضا المقاطعات خاصهم يصبوا الاهتمام ديالهم على المدارس الكرويه تاع القرب، لان كما قلت هي المشل تاع فين تيتكونوا هاد الوليدات الصغار. بالتاكيد استاذ، هاد الوليدات الصغار هادو كيكونوا عند مدارس اللي هي عند فرق ديال الانديه اللي كتنشط بالاحياء، وكيكونوا من المدارس ديالهم بدون دعم بدون اي حاجه من طرف الجهات المسؤوله، وفي الاخير كيجي النادي كيلقى الوليد موجود وكيتسمى ان راكون هو هو المشكل الكبير. انتم مثلا في نادي سبورتينغ الخزامه من اقدم الانديه اللي كاينه تما، كنت تكونوا دري صغار في منطقه تاع الحي الحسني وليساتو، اش هي المشاكل الماديه اللي تتعانيهم؟ بالنسبه للمشاكل كاين بزاف ديال المشاكل اللي زينا ندوفها ما غاداش نتقاد علينا. اهم المشاكل هو الدعم المباشر السنوي، يعني الدعم المباشر يعني خاص تكون واحد البحث ديجا يكون واحد دخول على الخط السلطه المحليه باش عرف الانديه اللي هما خدامين. بالنسبه حنا النادي يعني الحمد لله هذا العام كيتوفر على مواهب كرويه كبيره وليدات في مستوى اللي حنا مستعدين نفسو اي فريق كما كان او اي اكاديميه، واخا حنا كان عندنا نقص في المعدات والتجهيزات الرياضيه. واش هي اهم المشاكل اللي بغينا نوضحوا للمتتبعين؟ المشكل الكبير الماديه، اهم المشاكل اللي تتعانيهم. ورا الماديه الا جينا باش تكون واحد الوليد خاصك تعرف شحال غادي يخصو، غيخصو اولا باش غيتكون هذا الوليد خاصو على الاقل واحد 3 سنين غادي لي ماتش في لي زاكاديم. يعني هذا الوليد هذا باش غير باش يتنقل لهذوك البلايص وباش غيدوز النهار ديالو باش غياكل باش غيشرب. يعني هذا راه مشكل كبير. وثاني حاجه هو الاسباس، يعني الاسباس حنا مثلا كمنطقه ديال ليساسفون كنعانيو من الاسباس، واحد العدد كبير ديال الجمعيات يعني كتلقى في ملعب قرب ساعه مثلا كيتريني فيها واحد 120 واحد، راه هادشي راه لا يمكن من غير ان الملعب موجود. وحنا دابا ما فهمناش علاش. وبالنسبه للملعب الكبير تاع ليساسفون واش تحل ولا باقي ما تحلش؟ الملعب حنا كنا من الناس اللي كنا كنحضروا في المشروع باش تعاود اصلاح ذاك الملعب بجهه الدار البيضاء الكبرى مع عده انديه كرويه، وحنا ما فهمناش علاش عامين ونص وهذا الملعب هو مسدود، وباغيني كما كنقولوا يعطيو لانديه اخرى او شي حاجه. حنا هادشي كنستنكروا يعني يعني انتم الاولى يعني مرفق عام. يعني حنا ما كندوش على راسنا، حنا كندوب باسم عام باسم واحد العدد كبير ديال الانديه الكرويه بالمنطقه ديال ليساسفون
يعني اي نادي غيحاول ياخذ الوقت ديالو بحالو بحال اي فريق اخر، ما كاينش فرق. علاش؟ حيت الانديه كامله عندها القانون الاساسي 30/09 اللي كيخول لها ان تنشط باي مرفق رياضي تابع بتراب عامات مقاطعه الحي الحسن او مدينه الدار البيضاء. شحال انتم تقريبا تاع الوليدات اللي تيترينوا عندكم بالنادي ديالنا؟ النادي ديالكم وحاليا تقريبا تكون واحد 700 وليد تقريبا. وحنا تقريبا بالنسبه للانسكريبسيون كل نهار كاين اقبال كبير على النادي. علاش؟ حنا كنخدموا عندنا شراكات كبيره مع انديه كبرى. غادي نبغي نقول لك انتما كيفاش، ولكن هي المشاكل الماديه عندكم ما تتوصلوش بدعم من طرف المجالس المنتخبه، ولكن الامور الماديه ديالكم كيفاش تتجبوا؟ واش عندكم شراكات؟ عندكم الحمد لله كاين الشريك الكبير ديالنا هما اولياء الامور. من غير اولياء الامور راه ما كاينش اللي كيعاون هذا الفريق نهائيا. يعني هاد اولياء الامور كنحاولوا لي ماتش ديال لي زاكاديمي كيلعبوا غراتوي، يعني كاين عندنا لي ترونسبور، كاينه شركه خاصه هي اللي كنخلصوها. كل وليد كيخلص بلاصه ديالو باش كيمشي انه باش غيلعب لي ماتش. يعني حنا ما كرهناش ان المجالس اننا يعطيونا لي ترونسبور، وحنا راه ما اقل حاجه غير لي ترونسبور باش نوصلوا هاد الوليدات يلعبوا غراتوي، ما يخلص حتى شي حاجه. ولكن ملي كتشوف انك عندك دي ماتش في واحد المدينه اخرى راه ما عندك ما غادي دير. يعني باستثناء هذيك المساهمه تاع اولياء الامور ما كاين حتى شي حاجه. اولياء الامور ملي كيساهموا معنا وكاين اللي كيعطينا كشار كاع من باش نعاونوا، كاين وليدات اللي ما عندوش. حاليا احنا راه وليدات راه مازال غادي تدير معاهم روبورتاج وغتشوف هاد الوليدات اللي كنعاونوهم اللي هما ايشان اللي ما عندهمش بابا ولا شي حاجه، هذاك راه حنا اي حاجه راه كنديروها معاه. ما عندناش مشكل. يعني تفتحوا حتى المجال الاحساني في هذيك المنطقه اللي هي اصلا المنطقه تاع المجال الاحساني هو اللي كيخلينا اننا نخول لنا اننا نكونوا متوفقين على باقي الانديه والمدارس الكرويه بمنطقه ليساس. وشوف تحتو شي نقاش مع سواء مجلس المقاطعه ولا ايضا مجلس المدينه ولا العماله؟ بالنسبه للمشكل الكبير يعني داكشي كيكون غامض. يعني حنا كرياضيين لا ننتمي لاي حزب سياسي، حنا كنخدموا الوطن ديالنا وكنخدموا المنطقه ديالنا، وحنا رياضيين والسلطه كتعرفنا اننا رياضيين وكتعرف العمل ديالنا الكبير. هاد القضيه تاع الملاعب القرب، يعني نرجعوا لواحد الملف تاع الملاعب القرب، البعض تيقول بان كاين داك السياسه او السياسيين تيحاولوا يهيمنوا على هاد الملاعب تاع القرب لان هي واحد الفضاء من اجل يعني يجيب ناخبين جدد مستقبلا. هادشي بالتاكيد هادشي كاين، ولكن احنا كرياضيين احنا ماشي ضد ان نكونوا ضد السياسيين ولا شي حاجه، ولكن احنا الناس اللي غادي يعاونونا احنا نكون متعاطفين معاهم، نكونوا ما عندناش مشكل. احنا شي حاجه ما كنفهموش فيها ما كنبغوش ندخلوا لها، ولكن كيفرضوا عليك انك تدخل لهذاك هذاك النقاشات اللي هما اللي احنا ما غاديش نستافدوا فيهم حتى شي حاجه. لذلك احنا كنتمناو ان هادشي يخرج من الرياضه، احنا ما بقيناش باغيين هادشي في الرياضه. احنا بغينا نخدموا المنطقه ديالنا، وحتى اللي عطاونا شي حاجه يحاسبونا، وكنتمناو اننا ان الجهات المسؤوله ان دير واحد العمل وتتبع لهاد الناس اللي كياخذوا الدعم. كاين دابا بعض الجمعيات وهميه كتاخذ الدعم ولكن ما عندهاش شي انشطه. حنا جينا نشوفوا النادي ديالنا وتبعناه منذ بدايه الموسم الرياضي، راه اكثر من 60 نشاط رياضي اللي كنديروا، 70 نشاط رياضي متوفقين. وحاليا حنا كننظموا دي كومبيتيسيون داخل مدينه الدار البيضاء لان عضو اللجنه ديالها ماستر ليغ، وكذلك رئيس اللجنه المنظمه ملعب القرب البطولة المديرية الإقليمية لعملتين مقاطعة الحي الحسني، وإضافة إلى عدة أنشطة كروية بمدينة الدار البيضاء. أشنو هي الرسالة اللي تبغي توجهها للمنتخبين تاع هذيك المنطقة ولا أيضا لعملة الدار البيضاء نبيل الرميلي؟ بالنسبة للأستاذ نبيل الرميلي أو المسؤولين بمدينة الدار البيضاء، بغيناهم يخرجوا يجيو يواكبوا ويجيو يوقفوا ويشوفوا ويزوروا. الا ما كانش زياره ميدانيه راه ما يمكنش لنا اننا هاد الناس هادو غيعرفوا شنو كاين. حنا كاين حنا المشكل عندنا المستشارين، هذا هو المشكل ديالهم. حنا دابا المستشارين هما اللي لاقين معاهم مشاكل. حنا بغينا نخدموا في واحد الاطار رياضي محض قانوني، يعني نحطوا واحد الوراق ديالنا استجبوا لنا المطالب ديالنا. حنا عندنا دابا لاكوزي منذ بدايه الموسم او السنه الماضيه لحد الان ما حتى شي واحد ما جاوبنا عليهم. لاكوزي علاش؟ لا اي حاجه على الدعم. وغنرجعوا لهاد القضيه ديال الدعم، كاين فرق دابا اللي خايده الدعم من الجامعه ومن مجلس المدينه ومن الجهه، وحاليا كاين يوم الجمعه توزيع لي ماتيريال على هاد الفرق اللي كتنشط بالعصبه. امس الجمعه الامس يعني يعني واش السيمانه الجايه؟ انا ما بغيتش ندخل في داك الشيء، ما بغيتش نعرف،
ولكن حنا غير كنسمعوا. الدعم خصو يكون تعمم على الجميع الجمعيات الانديه اللي ناشطه. كاين انديه دابا حنا كنعرفوا الانديه اللي ناشطه بالمنطقه ديالنا، راه الانديه اللي ناشطه هي ديال الوليدات الصغار، اما هاد لي زيكول هما اللي ناشطين. وعندكم عندكم دابا نتوما في الحي الحسني، واش عندكم شي شراكات ولا شي اتفاقيات مع انديه اخرى على الصعيد الدار البيضاء ولا على الصعيد الوطني؟ حاليا يلا كاين بالنسبه للاتفاقيات اللي عندنا الحمد لله، كاين مع نادي اكاديميه الفتح الرباطي اللي خداج من عندنا واحد الوليد دون اون كونفونسيون، وحاليا راه الحمد لله تم المناداه عليه الفريق الوطني او 15 مولع معسكر الاستعدادي، عندهم دي كومبيتيسيون ان شاء الله في فرنسا. إضافة الأسبوع الماضي كنا مع أكاديمية فالونس الإسبانية اللي لعبنا معهم مدينة الجديدة، إضافة إلى كنبغي نشكروا أكاديمية ديال جوفونتوس بوسكورا بمدينة الدار البيضاء، وعدة أكاديميات اللي الحمد لله كتعاوننا حاليا باش كنحاولوا نخرجوا ذوك الوليدات كما كنقولوا عاوتاني غنرجعوا لنفس الموضوع، يعني ما عندناش مرافق فين غادي نلعبوا كره باش الوليدات حتى هما يعيطوا على فرق كبرى باش يجي عندنا. يعني مرفق ملعب واحد من منطقه ديال ساسفا هو ملعب القرب ديال الخزامه اللي هو مشق، يعني ما خاصو اعاده النظر فيه، يعني هذا الملعب واحد ما يمكنش لانه يستقبل هذا عدد كبير ديال الا جينا نحسبوا واحد العدد الاجمالي ديال الاطفال في الحصه. في الحصه شحال تيكون في الحصه؟ في الحصه راه غادي تجي استاذ وغادي تشوف غادي تشوف، وحنا كنحاولوا نخرجوها، خاصنا نشريو ماتيريال بزاف باش يلا نحاولوا نخرجوا ديك الحصه ديك الساعه نخرجوه. لذلك كنتمنوا من السيد عامل عامله مقاطعه الحي الحسني ان تجي دير واحد زياره ميدانيه وتشوف الوليدات ويتبعوا معنا العمل ديالنا اللي كنقوموا. شكرا سي حاتم، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.